ماذا يقول شيخ الأزهر فضيلة الدكتور أحمد الطيب عن حكم من يسب الصحابة؟ نعرف ما هو معنى الصحابة، من هو الصحابة؟ نعم، حتى يتميز عن غيره، وما هو موقف أهل السنة والجماعة منهم؟ نعم، انطلاقا بأن نضع خطوط حمراء عند هؤلاء الأصحاب الكرام، نعطيهم الحق أو يعني نضفي عليهم هذا الجلال أو هذا الإجلال أو هذا التكريم. لا، هذا حقهم، أثبته القرآن الكريم وأثبتت السنة النبوية المظهرة، وبحيث إذا لم نقم بهذا فنحن مقصرون أو عقائدنا تكون أو يتطرق إليها الفساد، ما في ذلك ريب، لأن الإساءة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرضك إلى الخروج عن الإسلام. ليه تخرج عن الإسلام؟ مش علشان أنك أنت أسأت إلى فلان أو علان، لأنك رددت القرآن، آيات من القرآن الكريم التي تطالبنا بهذا، والتي سوف نتعرض لها إن شاء الله تفصيلا في الحلقات القادمة. لم يتفرد القرآن الكريم بالتصريح الواضح في آيات حاسمة في موضوع النهي وتحريم سب الصحابة، لأن القرآن الكريم في الآيات التي ذكرناها من قبل بين فضلهم وبين أنهم يعني سواء كانوا السابقين الأولين من المهاجرين أو كانوا الأنصار أو كما قلنا الذين اتبعوهم بإحسان يعني جيل التابعين، هؤلاء قرر القرآن أنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه أول حاجة، ثانيا قرر أنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ثم قال خالدين فيها، ثم قال وذلك الفوز العظيم. أعتقد أن بعد هذه الآية لا يجرؤ مؤمن في قلبه ذرة من الإيمان بالله والتصديق بكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجرؤ أن يطلق فمه بكلمة أو لسانه بكلمة واحدة تسيء إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحاديث أيضا صريحة مثل الآيات بشكل واضح جدا، لا تسبوا أصحابي، الحديث لا تسبوا أصحابي كررها مرتين، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف. إذن هؤلاء قوم فضلوا، فضلهم القرآن وفضلتهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث عمدة في الباب أو في باب تحريم، وأضع أكثر من خط تحت كلمة تحريم سب الصحابة أي كان هذا الصحابة. هذا الحديث يعني عندنا مروي في مسلم وفي البخاري وفي الترمذي وفي أحمد، في يعني معظم كتب السنة عندنا، سواء كانت مسانيد أو صحاح أو الجامع مثلا للترمذي إلى آخره. المهم هنا أن احنا نجد في هذه الكتب أبوابا معنونة باب وجوب احترام الصحابة والنهي عن سبه، ده باب عنوان باب. نعم، فإذا من أصول يعني أهل السنة في هذا الموضوع هو تحريم سب الصحابة تحريما قاطعا وباتا. كما تابعنا دكتور محمد رأي الأزهر الشريف على لسان فضيلة الدكتور أحمد الطيب حفظه الله شيخ الأزهر الشريف، وهو يتحدث عن مسألة التحريم التام لسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. جزاه الله كل خير وأحسن نظره، أنصف إنصافا عجيبا وأرعب كل من تطول ألسنته على صحابة رسول الله، وقال من فعل ذلك يعرض نفسه للخروج من الإسلام، وطبعا ألمح بطريقة تأصيلية على أن سبب الكفر في ذلك أو سبب الخروج من الإسلام بذلك أنه يكذب الله، يرد الآيات التي جاءت بتزكية هؤلاء والأمر باتباعهم، لأن الله تعالى لما قال فإن أمنوا بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا، ومفهوم مخالفة إن لم يؤمنوا بمثل ما أمنتم به فقد ضلوا في هذا الباب. وطبعا الله جل في علاه قال رضي الله عنهم ورضوا ورضوا عنه. الحقيقة في هذا الباب الحمد لله أنه ظهر الكلام اللي هو أسطع من شمس النهار، وأن سب الصحابة يصل الإنسان إلى الكفر، لكننا لا نجد سبا فقط، نجد استهزاء
والكلام على من؟ على سيد المكثرين المحدثين عن النبي الأمين. أحفظ الأمة لحديث نبي الأمة الاستهزاء به. رأيت أنت ظاهر كيف حضرتك بيقول أن مين أبو هريرة؟ لم يرى النبي. كذاب. أهو ده ابن جني. أهو ده أمه خليفة المسيح الدجال. ليش بقى؟ لأنه لما يقول أبو هريرة لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، بإجماع الأمة أبو هريرة يذهب ويجيء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الجوع كان يسقط وأيضا يشرب اللبن. المشكلة أن هما من كذب هؤلاء، أن هما ليهم كلام آخر أيضا عن أبي هريرة بيقوله هو إزاي أن هو يحفظ 5000 حديث، 3 سنوات فقط وحفظ 5000 حديث. يعني هو بيعترفهم أن هو لازم النبي 3 سنوات بالضبط. وهنا أقول لك هو لم يرى أدي أول كذبة. كما قلت هو خليفة، يعني هو من نسل المسيح الدجال. وبعدين هم حكموا الحكم أصلا على نفسهم الخروج من الإسلام لما قال إذا كان معاوية دي جاية. خليها مرتبة سيدي. دي جاية. يعني هنا الاستهزاء بالصحابي. أنا بس أريد لهذا الأخ الطيب أقول لك يا أخي الكريم، والله أنا أخاف عليك وأفعل ذلك معك، لأن عارف أن الفكر اللي أنت بتعتنقه والتأسيس الأساس لك سيدك أمير الجماعة هو الذي مؤثر عليك جدا في هذا الباب. لكن أنت حضرت الشباب الذي قال إن نعم أن الحوسي لا يسب. فأنا هنا عيانا الحمد لله، والفيديوهات موجودة والمسألة مركزة مثبتة في هذا الباب. أقول لك وفي بيان الأزهر الشريف وعلى لسان فضلته الدكتور أحمد الطيب حفظ الله تحدث عن مسألة أن يعني سب الصحابة وخروج من الإسلام حرمة تامة، خروج من الإسلام، خروج من الإسلام. فأنا أقول له الآن بيستهزأ أنت طبعا لما بتتكلم علميا أنت بتستدل بالأحاديث. أكثر أحاديث تستدل بها رويها أبو هريرة. أبو هريرة لم يرى النبي، يعني كذاب. طيب الاستهزاء به يقولون كان يأكل مع معاوية في بلاد شتى، وبيقول طب هو كان إيه بمكوك؟ كان بيذهب يأكل وبعد كده الصلاة يوم جاري راجع تاني الكوفة، عشان يعني بيروح دمشق الشام يأكل عند معاوية وبعدين يركب المكوك يذهب إلى علي ليصلي معه. هو بيقول كان في الأكل يأكل مع استهزاء. شوف الاستهزاء مع معاوية. الأكل معاوية. مع معاوية لأنه أدسم. والصلاة أتم. وبعدين يطلع بقى التلة وما بتعاركوا، يعني في عراك بينهم وفي حرب. التلة أسلم. رأيت الاستهزاء بأبي هريرة كيف؟ يعني أيها المغفل، أنت لا تدرك ما هذا؟ يستهزئون بأخيار الصحابة وأنت تطلع تكذب على الناس. أنا أريد كيف تؤثر على الشباب الصغار الأغمار الأغرار بكلامك، كأنك تدافع عن الدين وتدافع على قوم أسوأ ما فيهم أنهم اتهموا فراش النبي. هم لا يزالون يقولون بأن عائشة زانية. هم يقولون أنه لكان لابد أن ترجم ما رجمت إلى الآن. هم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمون فراش النبي صلى الله عليه وسلم. هم يكذبون الله يا رجل، ألا تتق الله ربك؟ فهنا هذا الباب. ثم خرج بقى هذه خاتمة الباب، خرج علينا المغفل الكبير. طبعا الأول أنتم أتيتم بالمسألة التي يروجون بها للناس. كبيرهم في الأول قال الصحابة لهم مكانة، من يقول بسب الصحابة. وبعدين الحمد لله بينتم كذبوا بكل من جاء بعده يسبون الصحابة. خرج فقال معاوية من الإسلام، أو عمرو بن العاص من الإسلام، أبو هريرة من الإسلام. ثم قال لو كانوا من الإسلام ماذا قال هو؟ فأنا بريء من هذا الدين. الحمد لله، يعني الحوثيون براء من الإسلام لو كان معاوية مسلم أو أبو هريرة مسلم. فأنا أسألك أنت أيها المتخلف، سامحني أنا أقول متخلف، هقول متخلف سيبك عقليا، متخلف علميا. متخلف علميا، أيها المتخلف علميا. أنا أسألك الآن، أنا أقول لك هل أبو هريرة عندك مسلم؟ هل معاوية مسلم؟ هل عمرو العاص عندك مسلم؟ فأنت الآن يا معهم يا عليهم، فصل الخطاب عندك. وأنا أريدك أن تجيب هذه الإجابة. فقط أنا أرشدك وأعلمك ما جهلت، على الله جل وعلا يفتح بصيرتك فتتقي الله ودينك يحكمك، فتطلع وتقول استغفر الله أخطأت فيما قلت، إن القوم يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تغرر بالناس، وإن كنت أنت تريد تغرر بدينك وبنفسك ألقيت بنفسك في المهالك، لكن لا تغرر بالناس. ونحن لا ندع مثلك يغرر بالشباب، كما أن سيدك قد قعد هذه القاعدة السوداوية الشيطانية. ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلنا فيه. كيف أنا أعذره وهو بيقول عائشة زانية؟ كيف أنا أعذره وهو بيقول إن القرآن محرف، واللي ما يعتقدش بأن القرآن محرف يبقى كافر؟ يعني أنا كده بالضبط كده، كيف أعذره إن هو بيقول الله كذاب؟ حاشا الله، سبحان الله. لكن هذا قوله، ده لازم قولي، لأنه بيقول إن القرآن محرف، والله قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له، وهم يقولون بالإجماع من لم يعتقد إن القرآن محرف فهو كافر. فكيف يعذر بعضنا بعضا في هذا أخي الكريم؟
كفعلوا بعضنا بعض في قولهم لعن الله صنمي قريش صباحا ومساء التسبيح الأصيل لهم لعن أبي بكر وعمر. كيف أخي الكريم يعذر بعضنا بعضا وهم يقولون على أن أبا بكر كما قال الرجل خبيث السريرة، على أبي بكر خبيث السريرة، وبيتكلم يقول فيهم الشاعر شاعرهم الأبله بيقول وبئس العشيرة. ها ده وصف من؟ وصف أبي بكر، وصف عثمان أنه كان منافقا أكبر لعثمان. كيف يعذر بعضنا بعضا في هذا أخي الكريم؟ كيف يعذر بعضنا بعضا في الأحاديث الموضوعة التي يدعونها؟ كيف يعذر بعضنا بعضا؟ أنا أكلمك أيها المتخلف علميا حتى ننتقل إلى عقليا دي بعدين، المتخلف علميا، كيف يعذر بعضنا بعضا في 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 قولهم بأن 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 أكثر الصحابة كفرة؟ كيف يعذر بعضنا بعضا وهم يقولون بأن عائشة يعني وحفصة ارتد عن الإسلام؟ كيف يعذر بعضنا بعضا في هذا؟ دلني لعل الله يفتح قلبك للحق فتذعن له فتتوب من هذا وتبين أن هؤلاء القوم من أخس الناس، هؤلاء بنات اليهود، فاتق الله ربك أن تكون معول هدم في عقيدة أهل الإسلام ثم بنا في هذه العقيدة الفاسدة. كيف يعذر بعضنا بعضا في أنهم يعتقدون في علي بن أبي طالب أنه الأول والآخر والظاهر والباطن، وذرات الكون بيد من؟ علي بن أبي طالب، يدخل من يشاء الجنة ويخرج من يشاء الجنة.